السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ مزيانين، لاباس عليكم البنات. شكرا بزاف، جيت عاوتاني نشكركم بزاف على لي زابوني ديالكم. صراحة كنشكركم بزاف حيت القناة ديالي مازال يلاه في البدايات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى ديالي وتابوناو معايا باش تطلع ان شاء الله القناة ديالي حتى انايا. وشكرا بزاف، واللي كانت في المكتب مرحبا بها. البنات صراحة جبت لكم بزاف ديال البنات، سولوني هذاك الشامبو اللي كنت درت لكم قبل ديال هيغبار، يعني ديال فواكه البحر. المهم كل واحد وشنو سيسميه، الهيغبار يعني طحالب البحر، كل واحد وشنو سيقول له. المهم هذا هو اللي كاين، الصراحة عجبهم بزاف وجاو الناس خداوه من عندي. اليوم جبت لكم واحد الشامبون اخر ديال زيت الزيتون، يعني ديال الزيتون غزال بزاف البنات، يعني نفس المكونات ديال هذاك، هو هذا غير ديال الزيتون، هذا هو اللي كاين. البنات الصراحه الشامبون حتى هو بالكليان ديالو بالناس ديالو، يعني كاينين الناس اللي كيعجبهم بزاف حتى هو. البنات كما كتعرفوا يعني اي واحد دابا هذا يستعملوا، لا دراري لا بنات لا الناس، كل واحد يستعمله ماشي مشكل، حتى الوليد الصغار ماشي مشكل يستعمليه، الوليد الصغير ولا البنيه. باش غنقول لكم البنات، يعني ها نتوما كما كتشوفوا هاد سميتها، ها نتوما زيرو البارابيل والسيليكون نهائيا ما فيش، هذا هو اللي كاين البنات. يعني هذا هو المهم بدا يكون عندنا في الشامبوان ديالنا، يعني هذه ما فيهاش نهائيا شامبوان بيو كما كتشوفوا، يعني ديال الزيتون الصراحه. يعني دابا الناس كيقلبوا على شي حاجه تكون بيو، شي حاجه تكون زوينه ما تكونش كضر الجسم ولا الشعر ولا الوجه، يعني تكون شي حاجه زوينه وبيو. يعني الانسان هادشي دابا علاش كيقلب، يعني اما داك البرودوي اللي عامر بزاف ديال المواد الحافظه وهذا، يعني الصراحه داك ما يصلحش الانسان، حيت كيخرج غير على صحته بزاف. اول حاجه كيخرج على البشره ديالو والشعر وبزاف وبزاف ديال المشاكل تتخرج في الجسم. انا من الاحسن واحد ياخد برودوي زوين ويهني راسو كما تنقولوا، يعني اما البرودوي عامر غير بهذا ورخيص بناقص والله. كما بغيت نقول لكم البنات، هاد لاكام الصراحه حتى هي زوين. ها وكما كيسولوني بزاف ديال البنات، واش فيها الديميلور؟ فيها الديميلور، فيها سميتو، فيها نتوما كتشوفوا الديميلور ديالها، وفيها هذا ديال لوكور كامل هو هذا، يعني داك بودي لوسيون صراحه حتى هو زوين، ما فيهش نهائيا حتى هو البارابيل، وداك البارابيل ما فيهش نهائيا سولفات، يعني صراحه برودوي غزال. وفيه هذا جلدو، هذا شامبوان فيه جلدو، هو هذا اللي وريت لكم البنات، وفيه شامبوان هو هذا صراحه لاكام غزاله بزاف. وهذا الصابون ديال اليدين، هاند الواش ديال اليدين، حتى هو بطبيعة الحال يعني اي واحد بغى ياخد شي حاجه للجسم ديالو ولا لصحته ولا اي حاجه، ياخد شي حاجه زوينه ومناسبه ليه، هذا هو المهم. كما بغيت نقول لكم يعني الصراحه فارماسي راه مجموعين فيه هذا الشيء كامل. اول حاجه كتاخدي برودوي بيو وثمن مناسب، وكتاخدي شي حاجه يعني كتهنى على اي حاجه خديتي على شعرك ووجهك الجسم ديالك، يعني كتاخدها بعينك مغمضين، حيت صراحه البرودوي عندهم شي حاجه زوينه والكاليتي عندهم وشي حاجه بيو صراحه. هذه هي لاكام البنات غزاله بزاف. وندوزو لي شامبوان ولي جيل دوش. كما كتعرفوا البنات كاين هذا الجيل دوش ديال الخزامه، حتى هو زوين، هذا غير شويه كينشف، يعني الناس اللي عندهم الجسم ناشف ما ننصحهمش به، حيت هذا شويه كينشف الجسم، حيت كما عارفين الخزامه كتنشف شويه، هي بحال الثومه، الثومه كتنشف، يعني حتى الخزامه شويه كتنشف وريحته غزاله بزاف، وبالخصوص الناس العيالات اللي كتعجبهم داك ريحه الجلد دوش بزاف كتكون مجهده. هذا البلاستيك بوتانيك حتى هو زوين صراحه، يعني حتى هو واعر بزاف. كما كنقول لكم يعني ما فيهش البارابيل والسيليكون كما العاده، كما كتعرفوا ديما على برودوي فارماسي راه ما فيهش كاع دوك المواد الحافظه نهائيا، يعني شي حاجه كتاخديها كتهناي على صحتك والله، يعني كتاخدي شي حاجه واعره.
والثمن مناسب كما كنقول لكم البنات، يعني الثمن مناسب لجميع الناس، وبالخصوص اذا تسجلتي في الشركه راه كيزيد وكينقص لك. وكما ان هذا عاوتاني حتى هو جيل دوش ديال هذيك الورده ديال المهم، واحد الورده كما كتشوفوا صراحه حتى هذا جيل دوش بوتانيك حتى هو زوين بزاف. واللي مهم في هذا الشيء كامل هو ما بيو، يعني شي حاجه ما فيهش كاع ما فيهاش كاع المواد الحافظه. وهذا ديال بابونش كما كتشوفوا، هذا شامبوان اللي كيستعمل الشعر، يعني هذا الشامبوان البنات كيصلح اللي عندهم القشره، اللي عندهم تساقط ديال الشعر، اللي عندهم هذيك بحال التونيا اللي شعرهم ناشف بزاف. الصراحه هذا الشامبوان ديال بابونج غزال، بابونج واعر. انتم البنات كما كتعرفوا على المنافع ديال البابونج راه شي حاجه طوب، وبالخصوص هذا كيخرجوه بزاف الدراري عندي صراحه تيخرج بزاف. ندوزو هذا فيه السالمية وفيه واحد العشبة أخرى، يعني السالمية راكم كتعرفوا السالمية، واللي كاين اللي تيقولوا التمر صاد، كل واحد وشنو. صراحة هذا شامبوان زوين بزاف كما كتشوفوا البنات، حتى الدراري دابا الصراحة ولاو كيدخلوا عندي كما كتشوفوا البنات الدراري. هما هذا شامبوان ديال السالمية صراحة هو زوين بزاف كما كتعرفوا البنات، يعني ما فيهش كاع السيليكون والبارابين، يعني شي حاجة طوب. يعني هادو هما لي برودوي البنات انا وريتهم لكم، هما هادو هذه هي السلعه ديالنا. وان شاء الله دابا نحط لكم عاوتاني على حساب الميكاب، الناس اللي كيسولوني على لاكاك راني كاينين لاكاك صراحه غزالين بزاف مات، ولي غوجالي بزاف ديال الوان صراحه خطيرين عند فارماسي. هذا هو اللي كاين البنات، وشكرا بزاف على لي زابوني ديالكم، ونتمنى ان شاء الله تزيدوا تشجعونا، ان شاء الله تزيدوا تشجعوا القناه ديالنا باش تطلع، ونتمنى نكون ظريفه وخفيفه على قلوبكم، وشكرا بزاف.